الوضع التعليمي في الدار البيضاء والمدن الكبرى يشهد اتجاهين كبيرين. الاتجاه الأول هو واحد الصعود كبير ديال البعثات الأجنبية وما شبهها من المؤسسات المعتمدة أومولوجي، والاتجاه الثاني هو التقليد من طرف بعض المدارس المغربية للتشبه بالمدارس ديال البعثة والمعتمدة، ومحاولة تعزيز واحد الصورة ديال الحداثة وواحد الجاذبية معينة. لكن هذا يؤدي إلى اختفاء المعايير الحقيقية للتدريس والتعليم في هذه المدارس، وصبحت المنافسة تعتمد أساسا على واجهة المدارس وعلى لغات التدريس المستخدمة، خاصة الفرنسية وبكثرة في الروض والإنجليزية، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات الغربية واعتماد العطل ديال البعثات الفرنسية، مما يضيع المعايير الحقيقية للجودة التعليمية. احنا دابا كنتجنبوا هاد الظواهر الإعلانية ويعني ديال الواجهة، وكنعتمدوا معايير عميقة تتعلق بالتعليم والتعلم. من هاد المعايير اللي يمكن لي نذكر لك، اولا المنهاج الدراسي. هذاك المنهاج الدراسي يجب ان يتم اغناؤه من طرف المشرفين على المؤسسة بالمساهمات العالمية الأكثر تطورا في الميدان ديال التعليم، مما يساعد على تجاوز المعارف المقتصرة على اجتياز شهادة الثانوية أو شهادة البكالوريا، ولو بميزة. خص يكون تعلم حقيقي لدى التلاميذ في كل المسار التعلمي ديالهم. المعيار الثاني هو الأساتذة والمعلمين، يجب أن يكونوا مدربين على البيداغوجية وعلى الديداكتيك، فضلا عن شهادة الإجازة اللي كيحملوها. وللأسف كاين بعض المؤسسات اللي كيوظفوا حتى أساتذة اللي عندهم البكالوريا ولا أساتذة عندهم سنتين جامعية فقط، ولكن أنا كنقول بأنه حتى الإجازة ما كافياش في غياب تكوين ديداكتيكي وبيداغوجي متميز. المعيار الثالث هو اللغة، يجب أن تكون المؤسسات لها سياسة لغوية متوازنة بين العربية من جهة وبين اللغات الأجنبية من جهة ثانية، وهي أساساً الإنجليزية والفرنسية. هذه السياسة اللغوية يجب أن تكون مصممة بشكل علمي ومنزلة باحترافية كبيرة من أجل ضمان الأمن اللغوي والتوازن اللغوي للتلميذ. المعيار الثالث يمكن أن نذكر لك هو التثمين للهوية. هذا التثمين يجب أن يكون رصينا ليس عشوائيا وليس متشنجا. الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية ديال المغاربة الأسر كلها كتطلبها، وهذا الضمان ديال تواجد الحفاظ على القيم وعلى الهوية يجب أن يكون داخل الأقسام من خلال التدريس، كما يجب أن يتجلى في سلوك المعلمين وفي الثقافة السائدة العامة داخل المؤسسة. وأخيرا الانفتاح الدائم على الأسر. المدرسة الجيدة تكون منفتحة على الأسرة، وتكون تعالج مع الأسر ليس فقط المشاكل والتعثرات التعلمية للتلاميذ، بل حتى الأزمات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها التلميذ خلال مساره الدراسي. وهذا التعاون بين الأسر والمدرسة هام جدا، ويضمن تطورا ونموا تربويا ونفسيا متميزا للتلميذ.